حقق منتخب مصر حلم الملايين وتأهل لكأس العالم 90، حلم استنته أجيال كاملة بعد مشاركة يتيمة في نسخة 34. وزي أي منتخب غايب لفترة طويلة أكيد بيكون هدفك تسيب بصمة يفتكرك العالم كله بيها، لكن الحقيقة البصمة دي كانت بصورة عكسية. جايز تكون لقطة ضرب الجزاء مجدي عبد الغني الشهيرة في شباك هولندا هي اللقطة الأبرز في مشاركة مصر بالبطولة، لكن الحقيقة مواجهة مصر أمام أيرلندا كان فيها قصة أكبر. المباراة كانت في الجولة الثانية من المجموعة اللي بتضم معاهم هولندا وإنجلترا. حقق منتخبنا إنجاز في الافتتاح بالتعادل مع هولندا، دي كانت نفس نتيجة أيرلندا قدام إنجلترا. طبعاً منتخب مصر كان هدفه التعادل، لكن طريقة اللعب هي اللي أثارت جاك تشارلتون مدرب أيرلندا وخلتنا حديث الصحافة العالمية. منتخب مصر عمل هجمة واحدة بس طول 90 دقيقة، وكمان كانت من كرة طايشة، ده غير اللعب الأشهر بين هاني رمزي وأحمد شوبير. شوبير بيتصدى للكرة يحتفظ بيها أطول وقت ممكن، بعدين يديها لهاني رمزي اللي بيقوم مرجعها تاني لشوبير، وهكذا عشان نضيع وقت. بس إزاي مدافع يرجع كرة لحارس المرمى ويمسكها عادي؟ زمان كانت قوانين كرة القدم بتسمح لحارس المرمى انه يمسك الكرة لو رجع من رجل المدافع بشكل طبيعي ومن غير اي مخالفة. انت رجلي بيحصل ده، ويمكن في اساطير كتير بتقول ان الماتش ده تحديدا هو السبب في الغاء القانون ده، بس الحقيقة ان الكلام ده مش صح. الاتحاد الدولي قرر يغير القانون بسبب تكرار الموضوع بشكل مستمر في المباريات، وخاصة في يورو 92، وكان مقترح الغاء الامر ده من اجل زيادة متعة كرة القدم. نرجع لماتشنا، هجوم متواصل من منتخب أيرلندا، دفاع مستميت من مصر وإضاعة الوقت، وثنائية هاني رمزي وشوبير مستمرة. كل ده دفع جاك شارلتون مدرب أيرلندا للجنون على خط التماس خارج الملعب. فريق أيرلندا حاول يعمل أي حاجة يخطف بيها هدف، لكن نجحت خطة مصر وقتها في المباراة اللي تم وصفها بالأكثر مللاً. شارلتون ما قدرش يسيطر على نفسه وفضل يجري ورا لعيبة منتخب مصر بعد المباراة، وتوجه ليهم بالسباب وقال لهم ان دي مباراة سيئة وطريقة لعب سيئة. لا اله الا الله. طبعا دي ما كانتش اول مباراة تخلص 0-0 في التاريخ، ولكن طريقة لعب منتخبنا كانت هي السبب في عصبية شارلتون، ووصفت الصحافة العالمية للمباراة بالاكثر مللا. وكان من بين وصف المباراة ان منتخب الفراعنة راح ايطاليا عشان يحنط كرة القدم. شارلتون خرج بعد الماتش وقال كرهت كرة القدم بسبب تلك المباراة وطريقة اللعب، هذا المنتخب لم يأتي للعب كرة قدم، فهم لم يصنعوا فرصة واحدة، ولم يعجبني أي شيء في اللقاء. وصفت شارلتون طريقة اللعب بالسيئة جدا، وأكد أن دي أول مرة يشوف فريق ينزل مباراة ومش عايز يلعب كرة قدم. وفي نفس الوقت باد بونر حارس مرمى أيرلندا خرج بعد المباراة وقال إن فريقه محبط جدا، وتساءل إيه ممكن يتعمل قدام فريق زي ده. وبالرغم من غضب منتخب أيرلندا المفهوم، لكن منتخب مصر تحت قيادة محمود الجوهري نجح في الخروج باللي هو عايزه، وهي نقطة التعادل، عشان الفريق يكون معاه نقطتين من أول مباراتين ويبقي حظوظه في التأهل من دور المجموعات، وده اللي ما حصلش في الآخر بسبب الخسارة من إنجلترا. جايز تكون أكثر مباريات كاس العالم مللاً أو طريقة لعب سيئة، لكن المنتخب كان هدفه التعادل، وده اللي شفناه بعد كده في مباريات كتير منها كاس العالم نفسه. الغاية تبرر الوسيلة، وده اللي طبقه منتخب مصر في الآخر عشان يحقق هدفه، منتخب أيرلندا ياخد الكورة ومصر تكسب النقطة.